وافكر في حاجه واحده بس، ازاي اقتلك ويخلص منك. عشان كده الراجل ده مش هينفع نسكت له تاني يا صدفه، لازم تبلغه عنه وتطلبي تحليل دي ان ايه عشان يعترف بيكي. دي ان ايه؟ لا يا حبيبي، انا واحده عندي كرامه، اه، ولو ما اعترفش بيا بكامل ارادته وبمزاجه انا كمان مش عايزاه. انت جننتيني يا صدفه، جننتيني. اما انت مش عايزه كل ده، عماله تلف وتدوري حوالين الراجل ليه زي النحله؟ شغله نفسك ببنته ليه؟ تشم، تدمن، تتنيل، تغور في 60 داهيه. انا اولا بلف وادور حواليهم عشان احمي اخواتي، اه انا بحمي اخواتي من نفسهم. وبعدين في ايه؟ انت بتتكلم على اخواتي كده ليه؟ لا يا طارق، لا احنا مش هنغلط عائلات بعض كده من اولها. عائلتي واخواتي يا صدفه؟ اخواتك من اب مش معترف بيك يا ورميك وعايز يقتلك؟ انت وقعت مع ناس لا عندهم رحمه ولا عندهم ضمير، لا شبهي ولا شبهك. ابوك ده عامل زي عم بالظبط، هما الاثنين عجينه واحده. طب بص بقى يا طارق، بص بقى من اولها كده، عشان اللي اقوله شرط اخره نور. اه انت تروح تحل مشاكلك مع عمك، وانا ابويا بقى تسيبهولي. اه انا علاقتي ببابا محدش يدخل فيها. لا يا صدفه، اللي يخصك يخصني، وانا مش هسمح ان اي بني ادم يلمس منك شعره طول ما انا على وش الدنيا، حتى لو كان ابوك. يا